نلتقي جميعا في هذا اليوم المميز لتكريم شخصية دوما ما عرفناها بكل الخير والمحبة والود والتآخي والاحترام على جميع المستويات والأصعدة وفي كل المواقف التي تصدر المشهد من خلالها. تلك الشخصية الفريدة التي قدمت كل ما بوسعها للقارة الأسترالية على مدار 4 سنوات منذ عام 2018 حتى يومنا هذا، التي تملأه مزيج من المشاعر المختلفة والحائرة بين سفره وانتهاء مهمته على الأراضي الأسترالية وبين فرحتنا له بانتقاله إلى خطوة أخرى ومكانة أعلى وتقدم أكثر. هو الأخ والصديق والخادم، وهو القائد والمعلم والباذل، هو المتفاني والمحب، هو معالي السفير ياسر عابد القنصل العام لجمهورية مصر العربية بمدينة سيدني. لا يمكن أن تذكر اسم معالي السفير ياسر عابد إلا وأن تذكر معه مجهودات جبارة قدمها في جميع المجالات، سواء الأدبية أو العلمية أو التنموية أو أي مجالات أخرى، فلقد تمكن من عمل نقلة على كافة المستويات والأصعدة. لا ننسى دوره في تنمية المجتمع ليس المصري فقط، بل حرص كل الحرص على دعم جميع الفئات في القارة الأسترالية، فلا ننسى دعمه للشباب واهتمامه بهم وحرصه على متابعتهم عن كثب والإلمام بما يرقى بهم على جميع الأصعدة التعليمية والمجتمعية والرياضية والنهوض بهم دوما. ولا ننسى دوره الفعال في توحيد صفوف المصريين في الخارج، بل وكافة المغتربين من جميع الجنسيات بمحبته الكبيرة التي لمسناها من سعادته في كل المناسبات سواء العامة أو الدينية باختلافها، فكان يحرص دائما على الحضور بنفسه في كل مناسبة وتقديم مشاعر المحبة والاحترام الخالص للجميع باستمرار. ولا ننسى أيضا دوره ودور السيدة قرينته الدكتورة هبة عابد في الاهتمام بأحوال المرأة المصرية في الخارج واهتمامهم دوما بالمشاركة في جميع المجالات، التي يشهد على دورهم البارز في جمعية سيدات مصر واهتمامهم بالدور المجتمعي التي تقوم به المرأة المصرية في كل المجالات. ولا ننسى أيضا اهتمامه أن يكون دوما متواجد بين صفوف المصريين، فنراه داخل قداس عيد الميلاد وفي شهر رمضان المبارك وفي حفل الإفطار السنوي وفي كافة المناسبات، ليس فقط لتقديم التهاني ومشاركة أفراح الجالية المصرية، بل لسماعهم والتواجد بجانبهم ودعمه للجميع باستمرار. لا ننسى محبته للوطن الأم مصر، والتي اهتم بأن ينقل لها جميع خبراته وكل ما بوسعه للارتقاء بشأن هذا البلد العظيم مصر، الذي يؤمن بعظمتها
وقدرات أبنائها المبدعين في الداخل والخارج، فنراه دوماً داعماً حقيقياً لكل موهوب ومبدع داخل القارة الأسترالية، بل ويهتم بدعمه بشكل كامل، بل وأيضاً الاهتمام بخيفية خدمة الوطن الأم مصر من خلال نجاح أبنائها في الخارج. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. انا ابن بتهد، شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر. سعادة السفير ياسر عابد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مدينة سيدني، نحن حقا مدينينا لسيادتكم بكل الحب والاحترام والتقدير لما قدمتموه طوال 4 سنوات من العمل المضني والشاق والمستمر ليلا ونهارا، وسوف يظل ما قدمتموه سيادتكم للقارة الأسترالية منارة للجميع نكمل عليها ومن خلالها مسيرة حافلة بالإنجازات التي تهتم برفع شأن مصر في الداخل والخارج. معالي السفير المحبوب والصديق الغالي ياسر عابد، تصحبكم الآن ملائكة السلامة لخطوة جديدة وبداية جديدة في طريق مملوء بالنجاحات التي ستظل دوما علامة فارقة في حياتنا. نتحدث عنكم حتى نلقاكم مجددا، متمنين لكم
كل الخير والبركة والنجاح في مسيرتكم القادمة.